صباح الخير عليكم خوتي، كيف داير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي يلاقيكم هاد الفيديو نتوما بخير وعلى خير وتكونوا صبحتوا مزيانين. ايوا قولي كيف داير الجو عندكم هاد الايامات؟ حنا على صافي البنات، تخيل عندنا البرد هنايا. صافي ما بقيتش كنحل الشارجه بحال قبل، وصافي دابا جا الموسم ديال الزرابي ديال المناط اللي عندي شي مونطا جامعه يجبدها دابا والحوايج ديال طبيعه الحال خصنا نحيدو ديال الصيف ونبدلو داكشي كامل ان شاء الله. دابا نشارك معكم بروتين من هنا لقدام. المهم هاد الروتين شتو معايا دابا فيديو في البدايه ديال الفيديو هو اللي كندير الشاك صباح ملي كنفيق. تقريبا كل نهار كندير نفس الحاجه. فالبنات هنايا كنا كنفطروا جمعه الطبيله، ومن تما كندز داك مول المعينات نجمعهم حيت خارجه غدا عند ناس عزاز على قلبي. بغيت نمشي نشوفها، والام ديال مريم عاد جات دابا شي ايام قليله، فقلت نمشي ايضا نشوفها من هنا نشوف مريم حيت مسكينه ما بقاتش كتقدر تجي عندي ولا شي حاجه. راكم عارفين مراه حامله متقله، راه داخله دابا في شهرها، مسكينه ما بقات لها والو انها تولد. اي والله يفك على خير يا ربي ويفك جميع الحوامل على خير يا رب العالمين. المهم بزاف منكم كنسولني نعيمه شنو سميت هاد الديترجان اللي كتستعمل من سميتو البوطه ديالك. المهم بنات سميتو دوميستوس هيجين، صراحه الا زوين. كاين ديال لافابو وكاين ديال حتى ديال البوطه وهادشي كامل، صراحه الا زوينه البنات، غير رشوه ومسحو بلا ما تحكو. عرفتي زوينه البنات، كيحيد كاع البقع اللي كتكون من شحال هذا، يعني كتكون قديمه ولا شي حاجه كيحيدهم. تستعملهم الحيوطه فن فن البنات. اذا كان الماركت اغلبيه كتلقاو في لي ماركت بحال لي غون سيرفات بحال ميغروس بحال ماكرو كارفور غير تلقاه، ولكن في المغرب البنات والله ما عارف، ولكن كاين دوطخ ماركت البنات في البيم عندنا حنايا من غير هذا دوميستوس. ما كنظنش غتلقاو دوميستوس في البيم تما، حيت اصلا هذا دوميستوس ماشي ديال البيم، فهمتوني البنات؟ البيم كيبيع هو الماركت ديالو. ايوا صافي اخر حاجه جفت الكوزين. اوكي البنات شوفوا، المهم نقيت هنايا كامل، نيطويتو مزيان. ايوا ضروري اختي قبل ما نخرج خصني نقي هنايا كامل لابابو. المهم شوفوا انا درت الحسوه ديالي الطيب تسخن يا ربي، هاد درتها البارح. ديما كندير انايا ديال يومين، كنشرب ديال البارح ما كنعاودش نسخنها، كنحطها في الثلاجه الغد لي كنسخنها. المهم باش ما هكا الا ما كانش عندي الوقت ولا شي حاجه ما كاين مشكل. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم نيطوينا الدنيا، خليناها هكا زازلوس باش الا رجعت هكا عيان ولا شي حاجه ما نلقاش الروينه. صافي فرشت البنات هاد الزربيه عتي ولا البرد. عطيت قرار في هاد فصل الشتاء ما غاديش ندير هنايا الزربيه كامله، غادي ندير غير بحال هادي، غادي نجيب واحده اخرى اللي تكون كاليتي على هادي ان شاء الله هي اللي غادي نجيب. وصافي اذا جبت شي حاجه غادي نشارك معكم كيف العاده. هادشي اللي كاين عرفتو في هاد الجو، والحسوه هي اللي تصلح وحق الله العظيم. ما نعاودش لكم على برد ولا برا بعدا ما يمكنش تخرجي بلا جاكيت، ما يمكنش ما يمكنش. ايوا الدار بعدا نعمه الحمد لله. المهم انا يلا هبت معاكم كنتمنى ان شاء الله صباحكم يكون داز بخير وعلى خير، وتكونوا اون فورم يا رب، ويلاقيكم هاد الفيديو نتوما في احسن الاحوال. المهم كيف ما قلت لكم ماشي الجو ولا مبراد البنات بزاف، يعني وليت كنقدر نحل الشرجم غير نص ساعه بحال ما كيتهوى الدار صافي كنسدو. ايوا قلت حتى نقي الدار نديرها تخميله مزيانه عاد باش ان شاء الله نفرش مره واحده، نفرش الزرابي صافي من تما ما بقاش ندوي على النظافه ولا شي حاجه. ايوا خلاص كيف ما قلت لكم عطيت قرار بلي المطبخ هنايا ما غاديش ندير الزربيه اللي تدخل تحت الطبله، كيكون شويه صعيب باش انا كي الا بغيتي تنقي ولا شي حاجه. وراكم عارفين المطبخ من احسن تكون الزربيه صغيره. بالنسبه للزربيه الاخرى اللي كانت عندي هنايا فصدقتها كانت باقا مزيانه الصراحه الا فعطيتها. وهذا الشيء اللي كاين البنات، قلت دابا عطيت قرار انه نجيب بحال هذا الزرابي، زوين نجيب جوج باش نبدل بهم، هو ساهلين ساهلين النظافه ديال التنظيف ديالهم وكلشي ساهل. ايوا هذا الشيء اللي كاين. المهم يلا نشرب الحسوه ديالنا هانتوما مع الزيت العود يا اختي في البرد، يا سلام على الكلام. يلا المهم خليكم معنا باش ان شاء الله تكملوا معايا الفلوق ديالي. المهم البنات انا يلا وجدت بنيتي وكل شيء، لبست لها هذه اللبسه بحال ما كان، صراحه الا اول مره غادي نلبس لها هذه، قلت قبل ما تخليها ضروري خصني نلبسها لها. صافي المهم وجدت كل شيء وبدلتها. ايوا كيف العاده رويه بغاتني نهزها ولكن بلاتي ماما ندير الفيديو وندوي مع خالاتك وان شاء الله نهزك ونحطك في الماكسي كوزي ديالك. المهم وجدت لها هنايا، المهم شوفوا الماكسي كوزي حطيت لها هنايا المينطه باش تدفيها. كيف ما قلت لكم الجو ولا مبراد. ايوا خلاص دابا عادي راه نزل مع، المهم راه عادي كاين اليوم في الدار نزل ليا البوسات عاد باش قلت ليها احسن ما بقاو ننزلو كلشي نلقاو حدا فكنعيا. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين، حاجه كنزل البوبال كامل اللي كاينه في الدار
حيوا هادشي اللي كاين البنات ما نجهز طراسي هكا صافي ديت معايا الجاكيطه بيت حال في يدين حيت كيف ما قلت لكم الجو تبدل يا هادشي اللي كاين منتي كوميدا ها ها قلت لك بطن هزه ما كاينش الهزان ما كاينش ممنوع تحت كثير الله البنات اكثر حاجه كتفرحني ملي كتخلي هنايا نقي الكوزينه لا تنقص الدار كامله نقيه المهم هناك بقاو شويه ديال المعناس ديال الحسوه ما كاين مشكل شي حاجه اللي خفيفه المهم هنا قطعت الدواء خديت غير حبه اللي غادي نشرب صافي هذا هو اللي كنشربها بنات ديال الدب قالت لي غادي تشربيه 3 شهور باقي ليا شهر ان شاء الله ما كملاش باش ان شاء الله ما بقاش نشربو صافي هادشي اللي كاين هذا مكان شوفوا الجو موريكم الجو كيف داير اصلا غنخلي شويه الحبه باش تطفي الدار شوفوا او البنات على هو 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 ديال بصح شوفوا شوفوا الجو تبدل كاين واحد الريح براد يا سلام المهم البنات من بعد ما سديت معكم لا فيديو في الدار ما بقيتش راكز معكم حتى شي حاجه نسيت راسي جيت بقينا هنايا حت 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 انا ومريم وماماها ايوا الله يكثر خير الله يطولنا في عمرها مسكينه كبرات بينا وجدتني الكساكيس واصلا كنت موحشه الصراحه المهم البنات هانتوما الله يكبر بخالتي مسكينه كبرات بينا ماما مريم هانتوما شوفوا ما شاء الله المهم ماما ديما كيسولوا في كمريمه سولتهم خير ورباح نتكلم عليهم كاملين ايوا هادشي اللي كاين الحمد لله والشكر لله شكرا لكم بزاف الله يكبر بكم شكرا لواجب واجب هذا واجب ايوا خلاص هي رويا هنايا ناعسه ناعسه الفنيكيش حدا ماماها ايوا خلاص البنات هادشي اللي كاين يلا دوزوا معنا الامسيه ديالنا المهم البنات هنايا جيت هنايا طبيعه الحال في غازي عثمان باشا عرفتوا الطرقان ديالهم يا سلام البنات طرقان ياك عالي والله سكنت لقيتها شي الزحمه المهم البنات انا بغيت غير ندوز خف نزرب لواحد المحل نصحتني به الاخت مريم جزاها الله خيرا ناخذ منه دي تخيك شي حويجات ان شاء الله خاصني قالت لي راه كاين فيه هذا اتاي مغربي ثم رجوك لي شي شاي اتاي ديالنا حنايا كيقول لها هكا بتركيا فكيتباع ولكن انا في اريفورو كناخذو غالي هنا قالت لي مريم كيتقام رخيص في اريفورو كيدير فوق ال 250 هنا قالت لي كي بالكيلو 150 قالت لي زوين وشربتها عند اتاي دابا واعر صراحه الا زوين ايوا نمشي نشوف دابا الا لقيت عنده نفس الحاجه ونشوف باش ما كان ان شاء الله راه غادي نقول لكم اللي كاين المهم بالنسبه للبنات اللي كاينين في تركيا ها نتوما سيروا عند بحال العطار هنايا كيكون عندهم دوك المحلات كيكونوا منظمين كيكون فيهم مكسرات وداكشي قول لهم عطيني غير يشيل شا كاين تمرجوك تمام كاين اتاي ديالنا حنا المغربي كاين في انواع واشكال البنات المهم البنات حنا خرجنا هنايا المهم عرفتي ما شاء الله الشتاء كطيح والجو ما يا سلام الجو ما بقاش كيف قبل سخون ولا البرد شويه براد الحال ايوا عالي توحش الريا ياك المهم حنا غندخلو شوفوا الاجواء هنا زوين صراحه تفجيج الوقت يا الله البنات بسم الله المهم البنات شوفوا راه رخيص قلت لكم 150 نزلوه ل 120 شوفوا شوفوا الحبات ديالو شحال كبار راه فن 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 البنات يعني قالت لي مريم خداتو 150 شوفوا راه رخصوه يا سلام حيت انا ما كيستعملوش بزاف هذا فهمتوني عرفتي انا باش شحال كناخذو يا سلام عرفتي رخيص ورخيص حتى على حنايا الكمانجا وداك السلطان والسبع هنايا راكم عارفين في تركيا هادشي غالي ديال المغرب فالمهم هنا غناخذ شي كيلو شي حاجه ودقتو عند مريم راه واعر بنات اللوغو ديالو زوين شوفوا المحل كبير غير هو المكسرات هنايا شويه طالع الثمن ديالها باغ كونطخ كاين بلايص اخرين اللي كيدير مثلا هذا ها انتم القرقاع هنايا واخا زوين دايرو 240 باغ كونطخ انا كناخذو ب 200 210 200 يعني غالي شويه المكسرات صافي هادشي المهم انا غنمشي شحال ناخذ يجي شي شاي المهم هادي حطيتها هنايا على قبل الاكسترا حيت كيقلبوها باغ فوا كيقلبوها باغ فوا المهم حطيتها هنايا تا من بعد نحطها تحت المهم جينا هنا ندوزو المساء ديالنا انا وعلي ها هو علي علي قول لهم السلام كي دايرين لاباس انا ثاني على الزاز صافي ما وصي من الجاكيطات عرفتي واحد البرد ما يمكن ناري شي حشك وبينا شي حشك عرفتي شحال هذا ما بقيتش فرقت على علي هكا نمشي بوحدي ندور ولا شي حاجه ولبسو بزاف دابا ما يمكنش ايوا هادشي اللي كاين يلا الحمد لله
يا اختي انا اليوم والله الا فرحانه بزاف، شفت اغلى ناس على قلبي ما نكذبش عليكم. عرفتوا ما نعاودش لكم البنات الام ديال مريم تبارك الله ما شاء الله شحال طيبه والله. عاتي شادي نقول لكم، عاتي ملي كتشوفي الانسان من الشوفه الاولى كيدخل لك لخاطرك نفس الحاجه سبحان الله العظيم. مريم عالي بحال امها، نفس الحاجه الشبيهه ديالها في التعامل في القلب ديالها البيض، كلشي كلشي صراحه الا ظريفه بزاف. مسكينه كبرات ليا، عرفتي على قبلي دارت لك كسكسو والله الا على قبلي دارت لك كسكسو. الله يكثر خيرها طول بعمرها امين والله. غير دخل الاكستريم نكمل معكم ان شاء الله الهضره. دكاشكتا المهم البنات عرفتوا فين كنت معاكم. قلت لكم اليوم دوز امسيه ديال زوينه الصراحه، ما مشيتش عند مريم حتى ديك الجوج ونص بحال ما كان. المهم حيت البنت كانت كدير لا سياس ديالها فما قدرتش نخلص لها النعاس ديالها، خليت على راحتها حتى تفقت عاد باش قلت لها عليا الله الا كان ممكن عافاك تديني. ايوا خلاص البنات هادشي اللي كنعرفو خرجنا دابا ما شاء الله الشيء وكطيح. ومسكينه مريم حيت ملي مثلا شي وحده كتكون حامل وكيزورها بيبي كتعطيهم حويجات من دوك البيبي اللي غادي يتزاد، فعطاتني واحد لبسه زوينه واحد هكا غير واحد الجيله بحال ما هكا واحد الجيله. صراحه الا زوين دوخاتني هاد البنت كتدير لكم السلام صراحه الا هنايا الناس راه زوين مدريتين والله العظيم. ماشي كلشي بحال بحال. المهم قلت لكم عطاتني واحد الجيله دابا نشارك معكم عرفتي زوين فن عجبني. سجبنا ايوا صافي صافي البنات. ومسكينه الام ديالها كبرات بيا الله يكبر بها الله يحفظها والله يطول لها في عمرها. عرفتي اليوم كلينا على كساكيس يا اختي قررت غداي ديال الله مسكينه حطات لي داكشي اللي قسم الله من بعد. ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين الله دوزنا امسيه زوينه بزاف بزاف بزاف. ولكن دابا الحاجه الوحيده اللي مريحاني عالي نقيس الدار عاد جيت ابيت انا بس غير سمعت كاس مثل القهوه الكابونيك بس شنو تكل؟ فوق الفران قولوا الله شوي قولوا الله والله قولوا الله بنوز والله لازم صادق بس نقيس على والو صافي نقيس عاوتاني الدار غتكون شوف علي شوف انا وين شوف هذا بشحال شوفوا هذا ها انتم هذا شوف شحال صغير ها 30 اما هذا اللي كناخذو حنايا 50 هذا هذا الكبير واخا هنا مزوين الصراحه ما عجبنيش شوفوا هذا 50 ولا داير 60 لا خذ خذ تين اخويا خذ مشيت هنا نشوف صراحه الا هنا ميكروس عندهم فواكه ما كيعجبنيش كيعجبني ناخذ يا من ماكرو يا من واحد هذا اش كيسمو عالي هذا واحد الماركت كان قريب للدار كيجيب داك الشيء واعر شي على طول نعم توصف هادشي اللي كاين والله الا حار هنايا المول حار عندك الحق ايوا صافي هادشي اللي كاين كلينا كسكروط عند مريم وخرج دابا صافي قلنا هاكا ندوزو هنا البيرا نخرجو معالي قالك علي نخرجو شويه نشمو الهواء ايوا صافي البنات يلا ندوز معنا النهار ديالنا مكتوب واحد واحد غادي نقي هذا انا تماخذ. المهم بنات شوفو هنايا دخلت لهادي شميسه ايكرو هادي تاهي ماركة صينية ولا يابانية ولا معرفت. المهم شوفو هادشي عندهم زوين شوفو هادي فنة على خصني وحدة واو يا مشاق رطيطة البنات الله يدير رطيطة زوينة شوف شحال دايرة كم ترخيصة ناخدها 270 دايرة ديسكونت من 300 لا ما ناخدهاش زوينة والله زوينة شوف هادو عادي هادو كدير لهم هكا كيطلع هذا شي عالي تصورك عليهم هكا من تحت كيطلع هذا الفوق الودنين هاي هاي زعما هم بخوف على ايوا شوف هنا هاد الكتبات زوينه المهم البنات شوف فين جينا هنا سواكيت باش ناخذ ها هنا زوين هنا جيت باش ناخذ المينطه للرويا نشوف هنا شحال دايره في ال سي واي يلا حيت دابا صافي موسم المينطات صافي دابا البنات بطاني بروس البنات بيك فار فار ايش ته اش كان بوير كيكمة كز بو طرافة تمام جا ها
المهم هي البنات عبات ما ويبو اشكم يشته هاد الماينت زوين هادا فنين هانتو عبات بو زوينة عطي غليظ البنات نشوف الثمن ديال شحال دايره 140 زوينة فين هادي دافية تقيلة هادي شوف سمينة تقيلة غناخذ لها هادي وغادي ناخذ لها الاخرى اللي غليظة بزاف عرفتيها واخا صراحة الا الدفاية كاينة في الدار وداكشي ولكن ضروري احتياط اخوتي السلام عليكم عجبتي يا بيبيش شو رايك عجبتي يا حيت البرد 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 البنات شوفوا خديت هاد المينطه كيف ما كتشوفوا معايا هذه فنه البنات والله غزاله 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 وكاين حتى في الجيوي وكاين الكاليتي ديال الالسو ماشي بحال الجيوين وخديت هاد البوندو ها انتما وخديت هذا انا ثاني على الصاز يا اختي هذا خديته لها 0.11 وخديت لها هاد القيشرات هذا التوني كده ما اتش تمام هادشي اللي كاين ما انا وريا غادي نمشيو ندورو تمام نمشيو ندورو انا وريا نشوفو شنو كاين شوفو شوفو ضربو لي على الزاز يا اختي والله الا عندهم لبسات هنايا البنات راه كيهبل هادشي كيهبل كيهبل شوفو شوفو هادي تكونوا حالين مثلا الدفايه في الدار تلبسي لها غير هادي عرفتي عندهم الصيد فين عالقت لكم البنات داكشي غزال عندهم داكشي بازي كلاس كلشي كلشي كاين قاشي فتا هاد فين شوفوا هادو انا كنفضل البنات البنت باقا صغيره يعني اقل من العام كنفضل لبسه داكشي بازيك داكشي ساهل بيجامات تولوم بحال ما هكا مره مره حاجه كلاس ماشي ديما حيت بيبي باقا خصها ترتاح خصها ترتاح في داك اللبس انا جبت شويه ديال الدسير ما كانش دسير نهائيا في الثلاجه شويه ديال العنب شويه ديال الخوخ شويه ديال الورويز طلعت بحال هنايا في التي وهادو الاليش ديال الشبيه ديالنا يا ربي الله الا عييت البنات الحمد لله والله الا دوزنا بعدا كوميم الحاجه الوحيده اللي كتصبرك هو دوزتي نهار زوين هذا هو الحاجه اللي زوينه ما بغيت نوريكم هنايا شنو عطاتني الاخت مريم هانتوما شوفوا شنو عطاتني شي كيوت فن 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 البنات فن فن المهم الحبيبه ديالي خليسه خليسه تنعس حطيتها ديريكتومون في الموسي ديالها طاحت كاو ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات غنمشي ندير دابا ندير شي حاجه من ناكل نتعشى صافي هادشي اللي كاين المهم دزنا الميكروس خديت ايضا الكركاع خديت شويه ديال الكركاع وخديت واحد الفرميجه ديال الكيري صافي هادشي اللي خديت البنات ما تبقى راه وريتكم بالنسبه داكشي اللي خديت لبنتي البوندوات داك التخريقات كاملين ايوا صافي البنات هادشي اللي كاين كنتمنى ان شاء الله اليوم الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ونتمنى ان شاء الله تكونوا فرحتوا معنا واستنستوا معنا المهم كنتمنى لكم ايضا تدعوا مع الاخت مريم الله يفك على خير عرفتي منين شتا وحق الله العظيم الا تفكرت غير راسي تفكرت داكشي اللي داز عليا ملي كنت في نفس البيريود ديالها هي مسكينه تقلات مابقاتش قادره لا تزيد لا حتى شي حاجه والله الله يجيب بنيتها على خير الله يفك على خير الله يفك جميع الحاملات على خير يا ربي والمحرومات يا ربي يرزقكم كاملين الذريه الصالحه يا رب العالمين يرزقكم كل من ويتو في خاطركم يا رب العالمين اخت مريم والله الا توحشاتكم مسكينه مالوغوز ما بقاتش ما قدرتش تبان معايا ولا اصلا ما كنتش لاباني معايا حيت مسكينه كانت عيانه صافي هادشي اللي كاين البنات والله يعمر هذا الله يعمر هذا الله يعمر هذا لا هي لا الام ديالها ايوا زوين الصراحه الا ملي تكون في واحد البلاد الغربه ويكونوا الحباب الصحاب يكونوا ظريفين وطيبين ونيتهم صافيه شي حاجه اللي زوينه بزاف والله العظيم و اللي كيعرف شي انسان مزيان تهلاو في بعضياتكم وسندوا بعضياتكم في هذه الغربه راه صعيب الحال شي شويه هادشي اللي كاين يلا المهم خليتكم على خير تصبحوا على خير حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونتلاقاو باي باي